مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا اليوم أجواء شتوية معتدلة، استقرار بالطقس وذلك بفعل سيطرة مرتفع جوي يأثر على البلاد وعلى المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية. لاحظنا الأجواء في النهار تميل إلى الدفء وكذلك بالليل تميل إلى البرودة وباردة خاصة في بعض المناطق الشمالية وأيضا المناطق الغربية من دولة الكويت. الأجواء الحالية في مدينة الكويت السماء صحو، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، درجة الحرارة الحالية 22 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 38%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. متوقع أن تكون الأجواء بشكل عام في منتصف هذه الليلة أجواء تميل إلى البرودة خاصة في بعض المناطق الغربية والمناطق الشمالية من دولة الكويت، شقاية والسالمي 12 درجة مئوية، في شمال البلاد مزارع العبدلي 13 درجة مئوية، كذلك جنوبا في مزارع وفرة 14 درجة مئوية. المناطق الساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية. الرياح مستمرة، يعني رياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكل عام، مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة قد تصل إلى 7 درجات مئوية في المناطق الغربية منطقتي شقاية والسالمي. شمال البلاد في مزارع العبدلي 9 درجات مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 10 درجات مئوية. المناطق السكنية بشكل عام والمناطق الساحلية متفاوتة ما بين 10 درجات إلى 13 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. من بعد منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 23 درجة مئوية في المناطق السكنية الوسطى ومدينة الجهرة وضواحيها، مناطق الغربية والشمالية 23 درجة مئوية. استمرار في الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة، قد يكون هناك نشاط نسبي في سرعة الرياح تصل إلى 40 درجة مئوية خاصة على المناطق الغربية من دولة الكويت. بشكل عام الأجواء معتدلة إن شاء الله في نهار يوم الغد. أيضا أجواء درجات الحرارة في المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية. متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:19 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 6:43، موعد أذان المغرب الساعة 5:05 دقائق. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، الأجواء راح تكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ خاصة في منتصف الأسبوع القادم، قد تقل درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات مئوية خاصة في المناطق الصحراوية ابتداء من يوم الاثنين والثلاثة وكذلك الأربعاء. في مدينة الكويت راح تكون أجواء معتدلة بحكم قربها من الساحل ودرجات الحرارة الصغرى قد تتفاوت ما بين 8 درجات إلى 10 درجات مئوية. الرياح تستمر رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه في منتصف الأسبوع وتتحول الرياح للرياح الجنوبية الشرقية ابتداء من يوم الأربعاء القادم. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نعود للزملاء في الاستديو.